السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الإخوان؟ لاباس عليكم، بغيكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. كنشكركم دائما في كل فيديو على التعليق الجميلة اللي كتوصلني من عندكم، وإن شاء الله راك الناس اللي كيسولوا لي راه كنجاوب على قدر المستطاع، والناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب ولا في الباج ديالي في الفيسبوك. ان شاء الله اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع اللي ديجا دوينا فيه، غير هو خرج واحد برودوي جديد. هادشي خرجوا برودوي جداد، وغادي نشارك معكم ان شاء الله. اول برودوي غادي يكون عندنا ان شاء الله اللي هو لاتي كولور. لاتي كولور بعد الفاصل ان شاء الله غادي نرجعوا. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على اللاطي. اللاطي كنا دوينا عليه في الفيديو الاول اللي هو ها هو كتشوفوا قدامي. اللاطي اللي معروف عليه انه بالصلابه ديالو، انه واحد البرودوي اللي هو مزيان وكامل بالخشب كما كتشوفوا. كنا دوينا في الفيديو داك الفيديو اللي كان ساق دوينا على اللاطي عادي واللاطي هيدروفيش. اليوم ان شاء الله غادي نضيفوا ليه اللاطي كولور. فاش كيصلح هذا اللاطي كولور والموديلات ديالو كما كتشوفوا، ها هو حنا ندويو اول حاجه على هذا اللاطي العادي اللي كنا نذكروا بالاثمنه ديالو. اللاطي العادي كنا ذكرنا 550 درهم الورقه. العبار اللي كيكون فيه 1.20 × 2.44 متر، هذا اللاطي العادي كما كتشوفوا راه خشب وصحيح. يعني هذا هو، يعني هذا كنفضلو انا دائما في يعني خفيف وصحيح، هذا من جهه. وكنا هضرنا على اللاطي اللي هو هيدروفيش كما كتشوفوه، هو بين الهيدروفيش كنا هضرنا عليه كيفاش نعرفوا انه كيكون خضر، وتا هو نفس العبار اللي عنده 2.20 × 2.44 متر. والثمن ديالو 650 درهم. يعني كنهضروا على الناس اللي بغى يصاوبوا مثلا لا كويزين، يبغى يصاوب مثلا الكوزينه ديالو كامله بهذا اللاطي، كامله والله بغى يصاوب الكوزينه كامله باللاطي. طبيعي انه غادي يدير مثلا صنادق تحتانيين بالهيدروفيش، يعني لاطي هيدروفيش اللي الثمن ديالو 650 درهم، والعادي يدير به الصنادق الفوقانيين اللي الثمن ديالو 550 درهم. وها هو اللاطي كولور كما كتشوفوا. ها هو غادي، ها هو معايا واحد، جبت معايا واحد الموديل فيه اللي هو دوفاس. ها هو كتشوفوا فاس من هنا وفاس من هنا، انه راه ما فيهش هو الميتاليزي، فيه المط ديالو. يعني الا بغيتي يمكن لك دير دابا لا كويزين كومبلي ديرها باللاطي، يعني غادي تختاروا هذا اللاطي. ها هو كيبانوا لكم التصاور هنايا، فيهم بزاف ديال الكولورات وبزاف ديال الموديلات. هذا من جهه، يعني اننا يمكن لينا دابا نخدموا الكوزينه كامله نخدموها باللاطي، وكيصلح حتى في البلاكارات ويصلح في حتى في البيوت النعاس، لانه صحيح وانه بحال الخشب. يعني هو كامل فيه الخشب كتشوفوها هو معايا، قربوا لكم مزيان، يعني عماره ديالو كامله خشب وفي هذا يعني باش ما نزيدوش كيقولوا طولوا راه اللاطي كلشي الناس تقريبا كيعرفوا. هذا الثمن ديالو حتى هو بنفس العبار، فيه 1.22 × 2.44 متر، الثمن ديالو زايد ب ديال 680 درهم. 680 درهم يعني زايد ب 30 درهم على الهيدروفيش. الهيدروفيش ديال 650 درهم، هذا زايد عليه ب 30 درهم، يعني 680 درهم. كما كتشوفوا راه فيه موديلات بزاف، وهما التصاور كيبانوا لك وكيطلع كوزينه صحيحه. وان شاء الله غادي يكون تكون عندكم كوزينه يعني بحال الا درتوها بالخشب، وهي في نفس الوقت تعطينا حاجه موديرن. كما دوينا في الفيديو اللي سابق دوينا على اللاطي، قلنا يمكن لينا نديرو الصنادق باللاطي ونخدمو بالهاي جلوس ولا بالام دي اف. هادشي اللي كاين، واني الواحد اللي كيفضل انه يكون عنده تكون عنده الكوزينه كامله باللاطي، راه كاين دابا هو راه خرج هاد اللاطي كولور. هذا من جهه، الثمن ديالهم راه باين هادشي اللي كاين، يعني الثمن 550 درهم بالنسبه للاطي اللي هو عادي، والثمن ديال اللاطي هيدروفيش
650 درهم، والثمن ديال لاطي. وبالنسبه للاطي لي كولور الثمن ديالو 680 درهم، الثمن ديالو 680 درهم. هنا كيكون الفيديو ديالي سالا. الى عجبك ان شاء الله باش نهضر معكم الخوت، الى عجبكم المحتوى ديالي باش انا مجهود نحس راسي المجهود اللي كنعطيكم ما كيروحش كي كيقولوا كي يذهب سودا. يعني من احسن الا تفرجتي في الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، يعني عادي تفرجتي في الفيديو ديال اللايك باش انا اللايك وليكومونتير باش حتى يوتيوب كتزيد تساهم ان باش ينتشر هذا الفيديو وتعرف القناه ديالي، حيت هذه القناه ديالي راه ماشي ديالي ديالكم قبل ما تكون ديالي. حنا كاملين ان شاء الله مجموعين هنا باش كنعطيو افاده والناس تيستافدوا. وحاليا انا كنشكر لواحد السيد لانه غلطت في واحد الفيديو ديال البيتريز وصيفط ليا وشرح ليا، وانا كيعجبوني الناس اللي كيكون عنده معلومه وكيصيفطها ليك في الكومونتير وكنتواصل معاه وكيصحح لك واحد الغلط باش انا الا كنت دائما كنقولها راه الانسان ما معصومش من الغلط، يعني الانسان يقدر يغلط. وواحد الانسان اللي كيفهم في واحد الدومين اكثر يقدر يجي للكومونتير ويفيدنا ولا يتصل بيا، الله يجازيه بخير. وكنشكر عاوتاني واحد تريسيان حتى هو راه كان اتصل واحد التقني ديال الضوء، حتى هو كان عندي واحد الخطا ودركته من بعد وعرفت المشكل فاش كاين هادشي اللي كاين. الله يجازيكم بخير. دائما كنقولها الا كنتي مثلا عجبك المحتوى ما تنساش دير ابوني ودعم القناه وبارطاجي مع الناس باش الفائده تعوم على الجميع ان شاء الله. هذا فضلا منكم ماشي امرا. الا كنت كتشوفوا ان المحتوى ديال هذه القناه يعني مزيان وكنعطي اللي عندي، ما تبخلش عليا باللايك باش انا كنزيد نعطي ان شاء الله ما عندي، ونشوفوا برودويات جداد ان شاء الله، ونشوفوا دائما كنقلب لكم على الجديد اللي في السوق مع الاثمنه. هذا من جهه. تبارك الله عليكم، تلاقوا في فيديو اخر وفكره جديده. الله يعاونكم.